أحسن الله إليكم، هل يجوز الأكل والشرب والجلوس مع النصارى؟ إذا كان الأكل والشرب مباحين فلا بأس، مع أن الأولى الابتعاد عنهم، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا مانع ما دام الأكل والشرب مباحين ولا يدار على المائدة خمر. أما إذا كان عليها خمر ولا عليها خنزير ولا هذا لا يجوز. نعم.